السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله معكم أخوكم أبا الحسين هذه واحد الحالة إنسانية مستعجلة كتمنى من قاع الإخوان اللي معنا في لاباج ولا في اليوتيوب أنهم يتعاونوا مع إن شاء الله شاب في مقتبل العمر يعني عنده عملية يعني إما يتمشى برجليه يا إما يقطعوا لي رجليه صراحة هذه حقيقة فنتمنى من الإخوان قال تعالى ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا انت الى عاونتي هاد السيد هذا حتى على رجلاته راه عندك واحد الاجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وما نقص مال من صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاب مولدات وليدات وما خدام وما ردام العمليه مصاريف إضافة إلى مصاريف الأخرى ديال السكنة وديال الوليدات وكذا راه عارفين يكون في العوان إنسان ما خدام كيفاش غادي يوفر مصاريف ديال الوليدات فما بالك المصاريف ديال العمليات والأدوية الله يجازيكم بخير يا الأحباب هذا الأخ تعرض لعملية وحادثة سير اللي تسببت في هذه. الله يجازيكم بخير ما تخليوش أن الإعاقة وأنتم تستطيعون هذا أنتم تقدروا على أنكم تقفوا الإعاقة ديال هذا الشاب وتساهموا أنه يوقف على رجلاته ويتمشى و وراه الله سبحانه وتعالى راه ما يخيبكمش باذن الله سبحانه وتعالى الله يجزيكم بخير تعاونوا معاه اللي بغى يتعاون مع هذا الشاب ان شاء الله تعالى نقول الرقم ديال الهاتف ديالو وغادي ننشروا في الفيديو ان شاء الله 06 90 16 19 79 06 90 16 19 سبعين ان شاء الله تعالى وشكرا للجميع وبارطاجي والله يجازيكم بخير لما قدر يعاوني بارطاجي بارطاجي راه غير شي واحد كاين المحسنين بغاو غير فين ينفقوا الفلوس ديالهم كاين متاجرين مع الله سبحانه وتعالى عزيز عليهم بحال هذا الخير كي يقلبوا عليه بالرقناش فالله يجزي